شاركوا معنا في التصويت لاختيار أجمل تلاوة من بين التلاوات التي تعرض خلال هذا الأسبوع في برنامج تلاوات عطرة، وذلك من خلال المشاركة في التصويت بصفحة القناة على الفيسبوك، علما بأن النتائج ستعلن كل يوم خميس على الهواء مباشرة عبر برنامج وإن عليه لطلاوة، وسيتحصل الفائز على جائزة مالية قيمتها 500 دينار.